الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل الضيوف الكرام الذين يحضرون معنا هذه الندوة التي تعقد تحت عنوان الاتفاقات التركية الليبية ومستقبل العلاقات بين البلدين. الكل يعرف أن العلاقات الليبية التركية هي علاقات ممتدة منذ القدم، هي علاقات ترابط بين البلدين الشقيقين وبين الشعبين الشقيقين. في هذه الندوة نتناول الحديث حول الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا بين ليبيا وتركيا. في أول مذكرة تفاهم وقعت بين ليبيا وتركيا في مجال تحديد الصلاحية البحرية كانت في نوفمبر سنة 2019 في أثناء الحرب التي تعرضت لها العاصمة الليبية طرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية بشهر تقريبا في ديسمبر 2019 تم تسجيل هذه المذكرة رسميا لدى الأمم المتحدة. بعدها استمر التعاون الليبي التركي في شتى المجالات، المجالات الاقتصادية والسياسية، ناهيك عن المجال الأمني والعسكري. والكل يعرف التعاون الليبي التركي العسكري أثناء الحرب التي تعرضت لها العاصمة الليبية طرابلس، وكيف أدى هذا التعاون إلى انتصار قوات الحكومة التي يعترف بها العالم وتعترف بها الأمم المتحدة. في أكتوبر من هذا العام 2022 تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجمهورية التركية في مجال الطاقة، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات أخرى. هذه المذكرة في مجال الطاقة جاءت بناء على مذكرة تحديد الصلاحية البحرية التي وقعت في عام 2019. هذه الاتفاقية بحسب ما أعلنت الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تنص على التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز والهيدروكربونات، إلى غير ذلك من مجالات التعاون. يتحدث لنا أو نستمع لضيوفنا الكرام في هذه الندوة معالي رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا الأستاذ نوري بوسهمين، وهو رئيس حزب تيار يا بلادي، وكذلك الأدميرال جهاد ياجي، هو رئيس القوات البحرية التركية السابق، وهو يعرف ويعرف بأنه مهندس الاتفاقية الليبية التركية. يدير هذه الجلسة الأستاذ رجب سيار، وهو نائب رئيس قسم الشباب في حزب العدالة والتنمية سابقا. للحضور الكرام، من يريد الاستماع للترجمة يوجد جهاز ترجمة في نهاية القاعة للجميع، لمن يريد أن يتناول هذا الجهاز. يتفضل الأستاذ رجب سيار. تفضل. شكرا لكم. أولا أهلا وسهلا ضيوفنا الكرام. اليوم في مسألة مهمة وتاريخية مع ضيفين مهمين جدا إن شاء الله. هو تعرف عنا تقريبا والجميع يعرفكم، من هذا لا أريد أن أخذ من وقت عن تعرف، وأريد أن أبدأ مباشرة مع أستاذ نوري أبو سهمن. إذا يمكن أقول بالتركي أم السؤال إذا لن يكون لكم صعبا. تركيا ده في تركيا كانت هناك هيئة طبعا قام بإجراء زيارة في ليبيا، وطبعا هيئة مهمة من تركيا إلى ليبيا، ووقعوا العقود بناء على اتفاق السابق في 2019، وبعض الأطراف يتحدث عن هذه الاتفاقات عن المشروعية، ومن خارج دولتين من مصر واليونان ودول أخرى يتحدثون بضد هذه الاتفاقات. كيف ترون أنتم عن هذه الاتفاقات مشروعية والكلام من دول أخرى، وكيف ترى استقبال العلاقات الدولتين مع تركيا وليبيا عامة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا سعيد جدا بهذا اللقاء وبهذه الفرصة، وبجانبي الأميرال جهاد أتشرف بأن نتناول هذه المواضيع اليوم معه وبحضوركم جميعا أيها الحضور الكرام. لو تسمحوا لي في البداية أتقدم بخالص التعازي وأسقد أصدق المواساة للشعب التركي وللحكومة التركية ولفخامة الرئيس التركي في وفاة حوالي 141 في حادث المنجم اليومين الماضيين. نتمنى لهم أو ندعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة لهم جميعا. بالنسبة لهذا السؤال فيما يتعلق بالاتفاقية الليبية التركية ومدى مشروعيتها، وخاصة أمام الدول التي تزعم بأنها اتفاقية غير مشروعة، وخاصة أنت ذكرت مصر واليونان. بالتأكيد المشروعية الدولية التي تتعامل بها هذه الدول منذ 2015 هي مشروعية الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات، وهي أطراف فيها جميعا وراعية لهذه لذلك الاتفاق اللي هو اتفاق الصخيرات الذي أنشأ في 2015 في نوفمبر ما يسمى بالمجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة من الاتفاق، واستمدت مشروعيتها جميعا من ذلك الاتفاق. إذن لا نتكلم نتحدث عن مشروعية سابقة لهذا الاتفاق، فما على هذه الدول التي تزعم بأن الاتفاقية سواء التي وقعت من المجلس الرئاسي في 2019 في 27/11 أذكر 2019 اللي هي الاتفاقية الليبية التركية البحرية وما ترتب عنه من اتفاق أمني عسكري أيضا، وما تم توقيعه يوم 3 أكتوبر الماضي من تفعيل وبعض النصوص الإضافية لهذه الاتفاقية. ولعل المشاركين أيضا في الاتفاقية الأولى كانوا على رأس الحكومة من ضمنهم السيد فتحي بشاغة الذي كلف من مجلس النواب بحكومة موازية للحكومة المعترف بها دوليا من اتفاق جنيف، فلا حجة لرافضي هذه الاتفاقية أو الزعم أو شهادة تمثل سيادة ما بين بلدين لهم الاختصاص في عقد اتفاقيات ثنائية. ونص الاتفاقية في التمهيد المذكور قبل النصوص وأيضا في خاتمة النصوص أنها كانت وفقا لميثاق الأمم المتحدة بالخصوص الذي يسمح بعقد اتفاقيات ثنائية وحتى أكثر من ثنائية تتعلق بالمصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين ووفر مساحات من النفع الاقتصادي المتبادل ما بين ليبيا وتركيا، وحتى في إطار عقد اتفاقيات مع في أثناء الظروف المتغيرة في العالم وخاصة في ظروف الحروب وفي ظروف استهداف ليبيا من دول إقليمية والتسابق في مجال في أعالي البحار على الثروات الموجودة من النفط والغاز، فأولى لليبيا أن تعقد مثل هذه الاتفاقية مع حليف استراتيجي كتركيا. شكرا لكم. أصلاً اتفقنا في البداية 20 دقيقة، أنتم تتحدثون 20 دقيقة أستاذ جهاد، لكن إذا يكون إذنكم أنا أريد أن أسأل إلى أستاذ جهاد أيضاً عن هذا السؤال. جهاد بي جهاد. نعم، اليونان ومصر في عام 2019 كان هناك اتفاقية بين ليبيا وتركيا وهم عرضوا على ذلك، وأيضا هم عملوا اتفاقية فيما بينهم أيضا طبعا ضد الاتفاقية التي حصلت بين ليبيا وتركيا، فأنتم كيف تقيمون ذلك وشرعية هذا الأمر؟ نعم، تركيا وليبيا هي دولتين مستقلتين. نعم، ماذا يعني ذلك؟
يعني عندما يكون هناك دولتين مستقلتين وهي ككل الدول المستقلة فهي تستطيع أن تعمل أي اتفاقية وهي لها قدرة ولها دراية ولها حرية في عقد أي اتفاقية مع بين أي دولة. فعندما تكون هناك دولتين مستقلتين لا يمكن لأي دولة أخرى أن تتدخل وتقول أن هذه الاتفاقية لا أعترف بها، فهذا يعني أنها انتهاك لحقوق الدولية لأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. عندما أنت ترفض اتفاقية تم إبرامها بين دولتين مستقلتين فهذا يعتبر انتهاك كبير دولي لحقوق هذه الدول. فهل يمكن لدولة أخرى أن تتدخل؟ طبعا لو كان مثلا بدل إيطاليا ليبيا كانت إيطاليا، هل كانت اليونان قادرة على أن تعترض ذلك؟ أو مثلا بالعكس إذا كانت مثلا كانت اتفاقية بينها وبين الدول الأوروبية أخرى، إذن فهم طبعا. وكان هناك مقال كتبته في عام 2019 كتبت عن ذلك، وهذه الفكرة تم استصدارها نتيجة هذه المقالة التي أنا قمت بكتابتها، ولأنني أول من كتب هذه المقالة فتم استدعائي لأجل أن أكون من الأساسيين في إنشاء هذه العلاقة. وطبعا ولو لم يكن هناك إرادة من السيد رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، هل هذه الاتفاقية هل يمكن كانت أن تشهد لها الحياة؟ نعم. فبالتالي فنحن فخورين جدا على عقد هذه الاتفاقية ونحن فخورين بذلك. فأريد أن أقول لكم نعم، فطبعا هناك أيضا اتفاقية بين مصر واليونان أيضا، فبالأساس هي تنتهك حقوق البحرية. نعم، لماذا هي تنتهك الحقوق البحرية والحدود البحرية؟ لأن طبعا لأن كما تعرفون اليونان لها جزر، فهذه الجزر تصل إلى مناطق الحدود التركية تقريبا. فأيضا قبرص الجنوبية أيضا فهي تتألف من جزر، من مجموعة من الجزر، فهي فلو كانت يونان مثل اليابان وغيرها من الدول التي تتألف من الجزر فبالتالي تستطيع أن تقول أن هذه الجزيرة هي حدودي. فاليونان هي ليست دولة تتألف من مجموعة من الجزر، وهي يتم رسم حدودها وفق حدودها البرية وليس حدودها البحرية كما تدعي. نعم. ومصر أيضا، فبالتالي مصر لماذا تعترض؟ الكل يقول ذلك، مصر لماذا تعترض؟ أنا لم أفهم حتى الآن، لا أفهم حتى الآن. نعم، لأن الاتفاقية بين ليبيا وتركيا والحدود المرسومة وحسب ما قمت باحتسابها وحسب ما رسمنا الخريطة وعملنا ذلك لأجل أن لا يلحق هذا ضررا على مصر، فنحن لا ننتهك أي حقوق بحرية لمصر وليس هناك أي أضرار على مصر. فبالتالي أنا لا أفهم لماذا تعترض مصر على هذه الاتفاقية التي أبرمت بين ليبيا وتركيا. فبالتالي هذه الأمور غير مفهومة نوعا ما. فبالتالي عندما يكون هناك اتفاق بين دولتين مستقلتين وتكون هناك دولة ثالثة تعترض ذلك فهذا لا يعني أن هناك أي شيء ممكن أن يحدث. فبالتالي نحن نقف إلى جانب هذه الاتفاقية وسنقف إلى نهاية إلى جانب هذه الاتفاقية. شكرا جزيلا. أنا أدعو إلى سيد نوري. الآن في ليبيا يوجد اختلافات سياسية، و أنا أريد أن أسأل هذا السؤال على بناء هذا المعلومة. وزير البترول ليبيا محمد أون في شهر الثامن قال نستطيع أن نرتفع صناعة بترول ليبيا يوميا 3 مليون بريل، ولكن نحتاج لهذا 10 سنوات. واليوم كل الدنيا يعيش مشاكل عن الطاقة، وهذه الصناعة يمكن يعطي لليبيا قوة كبيرة في العالم ليكون خيار الثاني لصناعة البترول. وعندما نفكر على هذا المعلومة، لماذا لا نستطيع أن نبنى استقرار السياسي في ليبيا؟ أي القوات يتدخل ويكونون مخالف لأن يكون استقرار في ليبيا؟ وفي عندما نفكر على هؤلاء الاختلافات الداخلية، هل يمكن أن نرى في مستقبل قريب استقرار في ليبيا؟
أشكرك على هذا السؤال. هو في البداية لو تسمحنا لي تعقيب على ما وضح الأميرال جهاد، وتكرر السؤال لماذا مصر، ولماذا مصر منزعجة من هذه الاتفاقية. هم يتحججون بالنواحي القانونية، دائما يقولون أن هذه الاتفاقية مخالفة للتشريعات النافذة سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. وهم نسوا أو تناسوا حقيقة أن إذا جينا للمشروعية القانونية فهو مجلس النواب منعدم من الناحية القانونية منذ شهر نوفمبر 2014 بحكم من الدائرة الدستورية عن المحكمة العليا، فهو منعدم قانونا. بعدها بموجب اتفاق الصخيرات اللي بارك المجتمع الدولي ورعاه المجتمع الدولي، وتركيا داعمة لهذا الاتفاق بخيارها السياسي، مجلس النواب استمد شرعيته من اتفاق الصخيرات ومدة الزمنية المحددة له سواء لمجلس النواب أو للمجلس الرئاسي 18 شهر فقط، رغم أن مجلس النواب حتى قبل إذا لا يوجد حكم الدائرة الدستورية فهو منتهي بموجب قانون الانتخاب، لأن العمر الممنوح له هو 18 شهرا ولن يمدد في عمره إلا باستفتاء عام من الشعب الليبي، وهذا ما لم يحدث. إذا أخذنا الشرعية السياسية وهو اتفاق الصخيرات، أيضا السيد فتحي بشاغة اللي هو من أكبر المعارضين للاتفاقية الأخيرة في أكتوبر الماضي، في أكتوبر الحالي يوم 3 أكتوبر، وأيضا أكبر حزب بارك اتفاق الصخيرات، وهو الذي سعى في تشكيل حكومة متحالفة مع حفتر ومتحالفة مع مصر. أيضا فتحي بشاغة اشتغل 6 سنوات في حكومة الرئاسي، آخرها السنتين كان وزير داخلية، لم يعتمد أو يعتمد هو كوزير إلا بتسمية وزير مفوض، لأن مجلس النواب كان معترض على الرئاسي ومعترض على الحكومة ومعترض حتى على تكليف فتحي بشاغة في ذلك الوقت كوزير داخلية، بل صنفه إرهابي من إرهابي العالم. إذن هذه الحجج كلها واهية، ونستغرب من جانب كيف أن الأخ فتحي بشاغة والسيد محمد صوام الذين هم كانوا من عربي الصخيرات، وأيضا الاتفاقية الليبية التركية الأولى في أكتوبر في نوفمبر 2019 كانوا هم من مؤيديها، والآن يقولون أن هذه الاتفاقية لم تعتمد من مجلس النواب. فلماذا يا سيد فتحي لم تعتمد الميزانية الاتفاقية الأولى في 2019 من مجلس النواب؟ أعود إلى سؤالك فيما يتعلق بالاستقرار السياسي. بالطبع الاستقرار في أي بلد وضمان الأمن القومي هو العامل المهم لتقدم الدولة ولبنائها بناء صحيح، الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. وحديث وزير النفط بأن ليبيا بعد 10 سنوات حتصبح تنتج في 3 مليون برميل يوميا، طبعا هذه في دراسة من داخل مؤسسة النفط ووزارة النفط، وليبيا قادرة أن تصل هذا الرقم بالتأكيد، رغم أن وجود بدائل للطاقة والنفط لا يعني ذلك الانتظار إلى أن تتحقق هذه البدائل. فكلما تزيد من الانتاج وفق، طبعا ليبيا أيضا عضو في منظمة الأوبك الدولية، ولكن الشيء الذي يطمئن والذي فعلا تستقر مع الأحوال هو عندما نضمن انتشار الأمن والاستقرار والحكومة الواحدة شرقا وغربا وجنوبا. ليبيا لا يمكن أن يطمئن لها المجتمع الدولي إلا بوجود حكومة واحدة وجسم تشريعي واحد. ونحن من داخل تيار يا بلادي هذا برنامجنا الأساس، بأن اضطرينا أن نتعامل مع أي حكومة ينشئها المجتمع الدولي لأنها على أرض الواقع، ولا نتحكم يعني نحتكم إلى النصوص القانونية فقط، وإن كانت هي التشريعات المحلية يجب أن تكون أعلى من أي اتفاق دولي آخر. ولكن كثرة الحكومات المتعاقبة وبالصفة الانتقالية لا تساهم بالاستقرار ولا تعطي رسالة طمأنة لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي. فلذلك نادينا ولازلنا ننادي بأن حكومة الوحدة الوطنية
التي يترأسها السيد عبد الحميد الدبيبة، وهذا بموجب اتفاق جنيف يجب تكون آخر حكومة تصل بنا إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، وتعطي الهيئة التأسيسية للدستور سواء نفس المشروع الذي مكتمل لديهم أو يدخلوا عليه بعض التعديلات، وتعطى الفرصة للشعب الليبي في استفتاء عام. شكرا جزيلا. بإذنكم إلى أستاذ جهاد ياجي. سيد جهاد، فطبعا بخصوص السيد مصطفى صار الله، في تلك الفترة في شهر أبريل كان هناك اتفاقية مع شركة توتال، وطبعا ولم يفتح أحد مشروعية حول هذا، ولكن عندما حدث هناك اتفاقية بين تركيا وغيرها بخصوص الغاز الطبيعي كل الدول الاتحاد الأوروبي تعرضوا لذلك. فهناك اتفاقية أعتقد ستتحدث عليها، هناك موجودة على الشاشة، أريد أن أعرف منكم هذا، كيف قام نواجه أي مشكلة سياسية بخصوص هذا الموضوع؟ قد يكون هذا يتعلق بهذا السؤال. نعم، في الأعلى كما تشاهدون هذه الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا والحكومة الليبية، وبعد إتمام هذه الاتفاقية تماما فالأمم المتحدة أيضا تم تسجيلها تحت إدارة الأمم المتحدة كما تشاهدون على الشاشة. فعندما تقوم أي اتفاقية تقوم الأمم المتحدة بتسجيلها فهذا يعني إنها مشروعة، نعم، وهي يكون قد أنهت تماما القوانين الداخلية. فأي اتفاقية لم تنهي القوانين الداخلية فلا تقوم أي جهة من الأمم المتحدة بتسجيلها وتوثيقها. فهنا كما تشاهدون على الشاشة فهناك بعد إتمام القوانين الداخلية بين تركيا وليبيا تم تسجيل هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة، وهذه هي الوثيقة موجودة على الشاشة تستطيعون أن تطلعوا عليها. وهذه الاتفاقية فعندما تقوم مصر باعتراض ذلك فهي لأجل أن تتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، لذلك فهي تعترض على ذلك. فبالتالي أعتقد أنه ليس هناك أي انتهاك لحقوق مصر في ذلك، ولأن هذا غير مفهوم. وكما قال السيد رئيس الوزراء، أيضا رئيس الوزراء السابق الليبي تحدث بشكل واضح وصريح حول هذا الموضوع، قال هذه قضية داخلية وهم يعترضون بعض القضايا الداخلية في ليبيا، لذلك هم يعترضوا هذه الاتفاقية، وهم يريدون أن يعترضوا ويتدخلوا في الشؤون الداخلية الليبية، ولهذا فهم يعترضون على هذه الاتفاقية. فهذا أمر شيء غريب جدا. فطبعا كان هناك مجلس، أعضاء من مجلس طبرق أتوا إلى بزيارتنا، فعندما أتوا لزيارتنا فقالوا نحن شاهدنا الكثير من المعارضين لهذه الاتفاقية، وهم كانوا يهاجمون تركيا ويهاجمون الحكومة الليبية أيضا حول ذلك، وكانوا يتحدثون عن رئيس الجمهورية التركية سيد رجب طيب أردوغان أيضا. فبالتالي خلال 3.5 ساعات من الاجتماعات التي أجريناها معهم في مكتبي هنا في تركيا كما تشاهدون هنا، فأنا سأظهر لكم هنا على الشاشة كما تشاهدون. هذا شيء مهم جدا أريد منكم أن تطلعوا عليه. نعم، أعتقد أن هذا وثيقة قديمة. نعم، أريد أن أقول لكم، فإذا كانت ليبيا لو كانت عملت اتفاقية مع اليونان وبدل تركيا عوضا عن تركيا، فأربعين كيلومتر من الحدود البرية كانت ستفقدها، 40,000 كيلومتر كانت ستفقدها، كانت ستعود إلى اليونان بدل أن تعود إلى ليبيا. نعم، فهذا طبعا يؤدي إلى خسارة كبيرة لليبيا في حال إذا حصلت اتفاقية بهذا الشكل. كما تشاهدون على الشاشة هنا إذا ليبيا لو وافقت على ما قدمته اليونان من عروض لليبيا، ولو وافقت على هذا العرض
لو قامت بأخذ الخط الأساسي بينها وبين جزيرة جيريت، فبالتالي ولو اتفقت على ذلك فالحدود كيف الحدود كانت ستمر من هنا من هذه المنطقة. شاهدوا هنا في هذه المنطقة، ولكن عندما اتفقت مع تركيا فحدود ليبيا بدأت تتجه إلى الشمال. نعم، فأربعين ألف كيلومتر حجم مساحة كبيرة جدا، يعني ما تساوي أربعة من جزيرة قبرص الشمالية. نعم، ما يعادل أربعة جزر من جزر قبرص الشمالية. فنحن شرحنا لهم ذلك وقلنا لهم هذا يعني حوالي 30 تريليون دولار، يعني هناك مصادر من الكربوهيدرونات التي تعود مقدارها إلى 30 مليار دولار، حتى لو كان 15 مليار دولار، فهذا سيكون هناك فقدان كبير لمستقبل ليبيا، وهذا يعني مدى حصول ليبيا على الغنى، وهذا طبعا خطة استراتيجية لوجستية يجب على ليبيا أن تحافظ عليها وتحافظ على ثروتها. فتركيا، فمثلا لو أتى حد شخص من ليبيا وقال أنا أتيت إلى سدة الحكم وأنا أنا سألغي هذه الاتفاقية وأتراجع عنها، فبالتالي فهو إذن سيتخلى عن 40 ألف كيلومتر مربع، يعني هو سيتخلى عن مساحة بحجم أربعة جزر قبرص، فهذا يعني أنه خائن للوطن. عندما يكون هنا في تركيا شخص يأتي إلى سدة الحكم ويقول أنا أتراجع عن أرض الوطن بمساحة 40 ألف كيلومتر، فنحن كأتراك لا نريد أن لا مترا واحدا ولا نقطة من بحرنا لأحد. لذلك فبالتالي أنا قلت لهم لا أعرف لماذا تعترضوا، لا أعرف لماذا يعترضوا، إما هناك بعض اللوبيات الغربية وراءهم أو يكون هناك بعض اللوبيات الرومية من اليونان التي تريد أن طبعا تنسف هذه الاتفاقية. فبالتالي يجب علينا أن نقول لماذا يتدخلون من الخارج، لماذا يعملون ذلك؟ لأن هذه دول استعمارية تحافظ على مصالحها ولا تحافظ على مصالح ليبيا. فبالتالي هم أساس المعركة أو أساس الشيء الذي يريدونه أن لا يصل تركيا باتفاقية مع ليبيا، لأنهم يستعمرون كل مكان، وبالتالي أي مكان يستعمرونه يقومون بجعل هناك سلطان عليهم أو خليفة أو مثلا يأتون بهم ملكا لا يأتي بالانتخابات الديمقراطية، وهم بالتالي يريدون لليبيا أن تبقى تحت الاستعمار، وهم لا يريدون أن تحصل على ديمقراطيتها. فبالتالي الدولة التركية والدولة الليبية هما دولتين مستقلتين وأخويتين، وعلاقتنا تعود إلى زمن المماليك. نعم، فنحن حتى قبل المماليك وحتى قبل المماليك كان هناك علاقة وطيدة بين تركيا وليبيا، فبالتالي هذا أمر مهم جدا. فبالتالي يجب على الشعب الليبي أن يعرف جيدا هذا الأمر مهم جدا. نعم، في 4 أكتوبر في عام 2022 هذه الاتفاقية التي تم إبرامها بعد ذلك، فاليونان ماذا فعلت؟ قالت ليبيا اليونان أنها سأعلن الحرب على ليبيا. نعم، وقال أنني سأعلن الحرب على ليبيا. نعم، ولكن على الرغم ذلك تم إبرامها. فليشاهد الشعب الليبي من هم الصديق ومن هم العدو. شكرا جزيلا. أستاذ نوري، عن السؤال عن بناء على كلام أستاذ جهاد، هو قال هذا الاتفاقات مصلحته لدولتين. أنا لا أفهم من ليبيا بعض السياسيين يكونون بضغط على الاتفاقات بين ليبيا وتركيا، أنت كيف ترى هذا الأمور؟ وعلى هذا الفكر هل يمكن أن نبنى استقرار السياسي أو حل المشترك لسياسة ليبيا؟ هو لو أخذنا العنوان في هذا المجال وفي هذا التعاون ونعتبره كخطوة استراتيجية في معادلة شرق البحر المتوسط وغرب البحر المتوسط وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، أنا مدون بعض النقاط من خلال الاتفاقية نفسها الأصلية والاتفاقية التي عقدت يوم 3 أكتوبر الماضي. وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الدول التي لها بما في قاع البحر
الأصلي هي تركيا وقبرص التركية ومصر ولبنان وفلسطين غزة ودولة الكيان الصهيوني وقبرص الجنوبية اليونانية. ليبيا يحدها من الشمال في البحر الأبيض المتوسط ساحل طوله 1900 كيلومتر. خلي نشوف النتائج. تركيا كما وضح الأميرال تتمتع بأطول خط ساحلي في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفقا للقانون الدولي لجزيرة قبرص فإن تركيا التي لديها أطول ساحل في شرق البحر المتوسط ملتزمة بقوة لحماية حقوق ومصالح جرفها القار، وهذا العامل الرئيس في هذا. يتمتع البحر المتوسط الذي استضاف العديد من الحضارات لعدة قرون بأهمية استراتيجية بسبب موقعه بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. هذا البحر يحتضن مواني مهمة مثل القناة الصقلية سيشيليا ومضيق جبل طارق وقناة السويس والمضيق التركي اللي تبلغ مساحته يعني 2.9 مليون كيلومتر مربع. البحر المتوسط يستحوذ على مستوى جغرافي واقتصادي لديناميكية الصراع بسبب المواد الجيولوجية الاستراتيجية والطاقة اللي هم النفط والغاز الطبيعي المكتشفة في السنوات الأخيرة. كما وضح 30 مليار حصة ليبيا في مثل هذه الاتفاقية، وقد حول هذه الجغرافيا السياسية المتوسطية ككل إلى مركز للصراع الدولي والإقليمي على السلطة من وزن جديد. مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم صلاحيات المساحات البحرية تم المصادقة عليها من البرلمان التركي مجلس الأمة التركي بتاريخ 5 ديسمبر 2019، في حين تم التصديق على مذكرة التعاون الأمني والعسكري بتاريخ 21 ديسمبر 2019. والمعترضين عليها في الجانب السياسي الآن سيد فتحي بشاغة وحزبه الحزب الديمقراطي هم جزء من صدق على هذه الاتفاقية في المجلس الرئاسي. ولعل سائل يسأل لماذا في ذلك الوقت لم يتم التصديق عليها من مجلس النواب. مجلس النواب بحكم اتفاق الصخيرات أصبح سلطة تشريعية، وإن سموها سلطة تشريعية وحيدة إذن مهامها تشريعية فقط، استصدار القوانين والقرارات. في الوقت المؤتمر الوطني بموجب الإعلان الدستوري كانت مهمته تشريعية وسيادية وتأسيسية ورقابية، إذن المهمة الرئاسية أصبحت للمجلس الرئاسي بعد اتفاق الصخيرات. أبرمت قبرص اليونانية منذ عام 2003 اتفاقيات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لجزيرة قبرص، وتمنح تراخيص وامتيازات للمشاركة في أنشطة تنقيب عن النفط اللي هو الغاز الطبيعي في الحدود البحرية للجزيرة. النقطة المهمة نشوف شنو ما هي الدول التي في شرق البحر المتوسط والتي في غربها. هناك 20 دولة لديها سواحل على هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط. من هي اللي في شرق؟ إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، مالطا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، تونس والمغرب والجزائر. هي هذه بلدان ساحلية على غرب البحر المتوسط. بينما تركيا وقبرص التركية وليبيا واليونان وسوريا ولبنان، دولة الكيان الصهيوني، فلسطين غزة وقبرص اليونانية هي الدول الواقعة على شرق سواحل البحر المتوسط. ووفقا لاتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة فإن الدول التي تقع على سواحل شرق البحر المتوسط هي تركيا وقبرص ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين غزة ودولة الكيان الصهيوني وقبرص اليونانية، لها حقوق على احتياطات الطاقة في المنطقة. ما هي هذه الحقوق؟ الاستكشاف والتنقيب، ثم يأتي التسويق للجهة المحلية التي منحت الدولة الأخرى سواء دولة ثنائية أو دولة أو ثلاثة أطراف. النص القانوني الذي يربط مثل هذه الاتفاقيات ويجب أن لا يخرج محتوى الاتفاق عنها أن أي اتفاق ثنائي لا يضر بحقوق الطرف الثالث سواء دولة واحدة فقط أو عدة دول. وهنا لو ننظر إلى الاحتياطي من الهيدروكربون اللي هو الشيء الأساس في الغاز، 60 مليار برميل من النفط في البحر المتوسط بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار
دولار، يعني تلبية احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي ل572 عام، بينما يلبي احتياج أوروبا للغاز الطبيعي لمدة 30 عام. فهي أوروبا مستفيدة لو دخلت في اتفاقيات ثنائية. لو تذكرون فرنسا في خلال الأسبوع الماضي أذكر أو 10 أيام الماضية دخلت في اتفاقية مع لبنان، والولايات المتحدة الآن وسيط ما بين لبنان وما بين دولة الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل في ترسيم الحدود ما بين لبنان وما بين دولة الكيان الصهيوني. القاعدة الأساسية، والأميرة اللي هو مهندس هذه الاتفاقية، القاعدة الأساسية في اتفاقيات الحدود البحرية الثنائية ألا تنتهك حقوق ومصالح الأطراف الثالثة. Teşekkür ediyorum ve izninizle Cihat Bey'e dönmek istiyorum. Cihat Bey, bu 30 Sayın Cihat, hada 3 تريليون دولار تحدثتم عن ذلك، وتحدثتم أن اليونان قالت أنني سأعلن الحرب على ليبيا في حال إذا قامت بذلك. نعم، فأنتم في مقابلة أخيرة تم إجراؤها، فقلتم أن هناك دول استعمارية هي التي تخاف من ذلك الاتفاق. فعندما تكون الآن اليونان، هناك بعض أزمة التي نعيشها مع اليونان، هل هذه الأزمة التي نعيشها اليوم مع اليونان ممكن نعيشها مع دول الاتحاد الأوروبي؟ فأيضا بخصوص مثلا وجود الروسي في سوريا، فهي موجودة على البحر المتوسط بوجودها في سوريا، فبالتالي فإذا كانت تركيا تعمل مثلا، لو لم تكن تركيا قامت ب مثلا عملية ومساعدة ليبيا من الناحية العسكرية، لكانت روسيا وغيرها كانت قامت بعمليات كبيرة جدا في ليبيا وتغيرت الأمور كثيرة. فبأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فهل ألا يجب على أوروبا أن تشكر تركيا على ذلك، لأنها منعت من التوسع الروسي هناك؟ نعم نعم. السيد رئيس الوزراء، هناك شيء تحدث عنه هو الرئيس السابق للوحدة الوطنية. نعم نعم، فهناك في هذه الفترة في تلك الآونة في ليبيا حكومة الوفاق الوطنية الليبية ونمراندو في هناك اتفاقيات، فقالوا انها يمكن ان تقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقيه، لذلك هذه الاتفاقيه الثنائيه وايضا مذكره الوفاق عندما تم التوقيع عليها فحسب الدستور العام الليبي، فطبعا فهذا يعني إجبارية، لا يوجد هناك إجبارية في عقد الاتفاقية والتوقيع عليها وفق القانون. لذلك فطبعا فهذا لا يتعارض مع القانون الداخلي الليبي. نعم، فلو كانت إجريمنت، هذا لو كانت هناك اتفاقية، إذن فسيكون ذلك، هذا كان يجب عليه الموافقة من قبل المجلس الليبي. وكما تعرفون المجلس الليبي كان متفرقا ولم يحصل هناك انتخابات، فهل هناك انتخابات حصلت والمجلس الليبي يمكن أن يوافق عليه أم لا؟ لم يكن هذا مطروحا بالأساس. نعم، فاتفاقية agreement، فبالتالي هذا الاتفاقية، فكانت حكومة الوفاق الوطني هي المسؤولية، وطبعا بالتالي المجلس لا يجب عليه أن يمر من المجلس للموافقة عليه، فبالتالي قامت الدولتين بالاتفاق على هذه التوقيع على هذه المذكرة، وبالتالي هذا تم إجراؤها لأجل أن تكون تتوافق مع الدستور الليبي ومع القانون قوانين الداخلية، وهذا مهم جدا. أيضا لنأتي إلى سؤالكم، سؤالكم الثاني، نبدأ من سؤالكم الثاني. في حقيقة الأمر تركيا، الجمهورية التركية في 27 من نوفمبر في الاتفاقية، وفي عام 2022 الاتفاقية 3 أكتوبر في مذكرة الوفاق بين ليبيا وتركيا، فبالتالي هذا على المدى البعيد سيلحق بالفوائد وسيأتي بالفوائد على الشعبين الليبي والتركي، وهذا خدمة للجيل القادم.
نعم، فهذه القضية أنا دائما أقول لها هي قضية لا يجب على أن نجعلها كقضية داخلية أو كمسألة داخلية، فهذه عبارة عن نجاح وطني، هذا عبارة عن نجاح وطني. وعندما ننظر من ناحية الدول الأوروبية، فإذا كانت تركيا لا تدعم الليبي الشعب الليبي ولم يقوم بإيقاف الدم المسفوك الليبي، ولم يكن الجيش التركي وقواتها أتت لمساعدة ليبيا، فكما تعرفون هناك بعض الاتفاقيات اللوجستية والعسكرية التي تم إبرامها مع ليبيا، فلو لم يتم إبرام هذه الاتفاقيات لكانت ما زالت هناك حرب داخلية داخل ليبيا، وما زال الشعب الليبي البريء سيسفك دماؤه، وما زالت أموالهم وأعراضهم كانت ستتعرض للمخاطر. فهذا طبعا، وأنا كنت طبعا في البحرية وكنت قائدا في البحرية التركية سابقا، وطبعا وهناك الكثير من الأشخاص الذين نحن عملنا معهم كنا نبقى لساعات طويلة دون أن ننزل إلى البر، وكنا نحاول أن نحمي طبعا الحدود الليبية بشكل كبير. فطبعا أنا وكنت شخصا طبعا شاهدتهم كثير من القوات التركية التي لم يزوروا أهلهم ولم يشاهدوهم على مدى أشهر، وقاموا طبعا ونشكر طبعا القوات الليبية أيضا الذي تعاونوا معنا في هذا الخصوص والذين منعوا هذه المؤامرة التي تحاك ضد ليبيا. فإذا كانت طبعا تركيا لم تقف إلى جانب ليبيا لكانت قوات حفتر التي طبعا المدعومة من قبل فاغنر، قوات فاغنر الروسية كما تعرفون، لكانت سيطرت على ليبيا بأكملها. فبالتالي فكان الآن الدول الغربية التي تبحث عن النفط والغاز لكانت أصبحت طبعا روسيا تسيطر عليها تماما. لماذا الآن مثلا روسيا قطعت عنهم الغاز وكل شيء؟ فلو كانت روسيا القوات التي تتحالف مع روسيا سيطرت على ليبيا لكان هناك أضرار كبيرة جدا للدول الغربية، ولكن الدول الغربية همها شيء آخر. نعم، فبالتالي هم كانوا لا يريدون أن يحصل استقرار في ليبيا، فأولا قالا فلنقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية الليبية ونقوم بزعزعة الاستقرار هناك وبعد ذلك نقوم باستعمارها، هكذا كان يفكر الغرب في البداية. فبالتالي لذلك كانوا يهاجمون ليبيا وتركيا في آن واحد. فإذا أتينا إلى سؤالكم الثاني، فالجمهورية التركية وحكومة الحكومة التركية فهي دائما تقف إلى جانب هذه الاتفاقية وتقف وراء. فغدا مثلا فهناك لدينا بواخر التنقيب عن النفط عندما تنتقل إلى المنطقة، فلا يوجد أحد يستطيع أن يوقفها ولا يوجد ممكن لأحد أن يلمسها. فبالتالي هناك قرار مهم تتخذه الحكومة التركية وهي تقف إلى جانب هذه الاتفاقيات ولن تقوم بمعارضة على ولن تقوم بطبعا عدم تنفيذ هذه القرارات، وبالتالي فهي ستقوم بالمحافظة على هذه القرارات وتقف إلى جانب هذه الاتفاقية دائما. فإذا كان هناك بعض الشركات الغربية مثلا على سبيل المثال قد يكون هناك بعض الألعاب تحاك هناك وهناك، وإذا دخلوا في هذه الاتفاقية فإذا لن يكون هناك أي صوت يصدر من أحد. لو كان هناك بعض الجهات يأتي ويتفق مع جهات أخرى غير تركيا فبالتالي لن يكون هناك أي صوت يصدر من قبل الجهات الغربية. نعم، شكرا جزيلا. فبالتالي أتينا إلى نهاية طبعا الوقت.